قد ترى هذه الرسالة، إنها طلب إذن ميزة شفافية تتبع التطبيقات الجديدة. تتيح لك هذه الميزة اختيار طريقة استخدام التطبيقات لبياناتك ومشاركتها، بيانات كالعمر والموقع ومعلومات عن الصحة وعادات الإنفاق وسجل التصفح. قد تساعد هذه البيانات في تخطيط مسار الركض أو وضع علامة تاج على صورك أو تتبع موقعك. لكن بعض التطبيقات تحتوي على متتبعات تأخذ بيانات أكثر من حاجتها وتشاركها مع جهات أخرى كالمعلنين ووسطاء البيانات. تجمع هذه التطبيقات آلاف المعلومات عنك لإنشاء ملف تعريف رقمي يباع لشركات أخرى. تستخدم هذه الشركات ملفك الشخصي لاستهدافك بالإعلانات أو لتوقع سلوكك وقراراتك والتأثير عليها. حتى الآن يحدث كل هذا من دون علمك أو إذنك. معلوماتك برسم البيع، والآن أنت المنتج. لهذا السبب سيسأل مستخدم آيفون سؤالاً بسيطاً واحداً: هل تسمح للتطبيقات بتتبعك أم لا؟ قد توافق على إعطاء التطبيق بياناتك ليشاركها مع شركات أخرى لتخصيص الإعلانات أو إنشاء ملف تعريف عنك. وإذا لم توافق، فلهذا ابتكرنا لك هذه الميزة. الخيار لك، لكننا في أبل نؤمن أنك يجب أن تمتلك الخيار. شفافية تتبع التطبيقات، ميزة جديدة بسيطة تعيد لك التحكم في بياناتك.